عسلامة ومرحبا بكم جديد في ابيزود جديد من عائلة جيكس اب ساوس. رجعت لكم اليوم في الفيديو اللي باش نلانسي فيه الجيف واي ونقول لكم على شنو وكيفاش تشاركوا الجيف واي على الاوبتيكال ماس اللي قاعدين نشوفوا فيها توا. ايرون نو تشوفوا فيها بالواضح ولا مش بالواضح الفايدة دي جوست الباكو بديت نحط لكم فيديو عليها هي وانت تطاوع بديت ارينا anyway. الكروما الماس دي الحاجه دي اللي فيها انه زينك سيت اب تاعك علاش خاطرها كروما لانه تاعها كروما فيها الالوان الكل جست يمشيو انه يمشيو دبه دبه تاع قرب فيها الخيط زاد تاعها طويل يجي متر ونص تاع يعني بي سي بيرو وفيها الدي بي اي على مرحلتين يعني الدي بي اي نجم نقيموه 10 على 20 اللي فيه البطيء وفيه السريع كما قلت ما فهميش بالوسط يا هكا يا هكا طرق المشاركة تهبط اللوتة تحت الفيديو تلقى اللينك في جيف اواي اللي هو عنده ديتا مراحل بالشارك فيهم اول حاجة سبسكرايب في شين عادي جيك ثاني حاجة جيم في الباش فيسبوك عادي جيك وثالث حاجة انك تابوني في البروفيل بتاع انستغرام انتي ايضاً ثلاثة هذوما تدخل بيهم في القرعة بتاع جيف اواي ان شاء الله باش يتقص المصمم معناها المده تاع الفيديو باش تكون 3 دايز نورمالمون هكا ابتداء من غدوه المهم ديما اقعدوا عسوا حاولوا تشاركوا الماكسيموم وتبارتيجيو اللينك نتاع الشين نتاعي ونتاع الفيديو هذايا ولاصحابكم كله استدعاهم شي يشاركوا معكم في الجيف اواي وتقبل الكوميونيتي وتحسن معناها الاراء تاع الكل برشا كل مره نحسن في حاجه وكل بلا 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 الجو الكل دونك جيست انك كما قلت ثلاثة حاجات نجم تدخل بيهم في القناة تاع الجيف اواي معلومة اخرى نحب نقول للجميع اللي كانت ابونينا حتى ابوني نتاعها ومن بعد رجعتو بديت ماشي في بالها اللي انا ما عادش نخدم فيديوهات على خاطر باخر ولا فازيت هذوك ولا ما عنديش مواضيع لا فازيتو خاصة جيكس عمرهم يكون ديما فما تيك نيوز ديما فما ابليكاسيون جديدة ديما لكن انا شنو حبيت نتلاعب قرايبي خاطر بالرسمي 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 المهم احنا اخر معناها اخر عام توا وانا زي معناها انفورماتيك ومش سهل يعني دونك قررت اني نرجع في رمضان طول يعني كان لينا حاسة من بعد رجعوهم يعطيهم صحة كي رجعوهم لكن بالك ولا تسحبوا الثقة نتاعكم كيما نقولوا مني انا نحب نشكركم اذا كنتم وصلتوا لاخر الفيديو لهوني يعطيكم الصحة بارك الله فيكم اذا كان بارتاجيوه زيادة مع صحابكم وحطوا لهم على الجيف اواي هذايا بارتاجيوه للماكسيموم خلي ان شاء الله نوصل برمضان 200 سبسكرايبرز و 10,000 فيوز في الشانل على الاقل 10,000 فيوز في الشانل على الاقل خلي معناها الكوميونتي تكبر تكبر اوكي سو معناتها كان انكم في الاخر صلى الله عليه وسلم محمد الله صلى الله عليه وسلم ثم بارك عليه قبل ان شاء الله في الفيديوهات الجايه نتاع رمضان وسي ديجا ثم تروا فيديو معناها بيبليستي على الشيخ في رمضان دونك ستي تيون كونوا في الانتظار يعطيكم الصحه مع الاخر اي لاف يو اول سي يو ان ذا نيكست فيديو جايز السلام عليكم